فرنسيين كان في راحه في الجوله الثالثه، اخذ مبارتين. المباراه الاولى انهزم هنا بقاعه مجمع سيدي محمد امام فريق الوداد البيضاوي 66 مقابل 69، ثم انتزع فوزا من مدينه الرباط على حساب فريق الفتح الرباطي بعد وقت اضافي بحصه 67 نقطه مقابل 73. بالنسبه لفريق الجمعيه السلويه فخاض ثلاث مباريات، فاز على النادي البلدي بسلا، لان من بعد خمس شهور ديال الاستعدادات كانت هناك مقابلات جيدة، أحسن مقابلة اللي شاهدوها في القناة الرياضية على هي مقابلة الوداد وسبور بلازا. سبور بلازا اللي تغير شيئا ما هذه السنة. أضع المحاولة كينيت عند اللاعب عدنان، عدنان جميل والصد جيد اللاعب شعاع، لكن الكويك أليكس اللاعب السربي كان مصر على المتابعة وتمكن من تسجيل إضافة إلى البوليس. خطأ على اللاعب سفيان كوردو رقم 13 اللي خلى نوفل بأنه يطلب التغيير ديال ويدخل كوردو، يدخل نجاح. نشوف العودة ديال نجاح قبل دخول اللاعب نجاح بعد المباراة. 8 نقاط مقابل 5 لفائدة فريق سبور بلازا. الأداء على أرضية الملعب هي أحسن بكثير من الوضعية ديال يعني الأمور على مستوى تدبير المرحلة ديال التسيير الجماعي. وهذا اللاعب ساشا بعد الوقت المستقطع أول سلة لفائدة فريق بلازا 48-44. تظن بأن جميع المسيرين ديال الفريق هما الناس قاريين، ماشي زعما تغير رياضة المثقفين كلهم عندهم الجامعيين في نزول واضح في مستوى الربع. هذا المجموعة ديال دانك ومن الكرات الجيدة تظن بأن فرنيات الماضي لم هجومي جيد للاعب منير بولال 57 مقابل 54 لفائدة فريق بلازا لحد الآن على بعد 5 دقائق 45 ثانية لنهاية المباراة. كرة عند اللاعب ساشا. جميل شتي دابا العمل الجماعي، البناء الجماعي كان جيد. 59-54 لفائدة فريق بلازا لحد الآن فقط. نعم سكينت دار ربع ثاني حارق. نعم. ومن بعد اختفى اللاعب كما شفنا على الصورة اللاعب كيلي ويلسون بدوره لم يكن. نحييكم وعود على بدء في منافسات كرات السلة الوطنية، مباراة أولى في الموسم الرياضي المتأخر كثيرا. ننطلق على بركة الله في مباراة الدورة الأولى تجمع ضمن منافسات مجموعة الشمال بين فريقي سبور بلازا وفريق الوداد البيضاوي، ديربي محلي بيضاوي بايقاعات جميله. الهجمه كره عند اللاعب مصطفى خلفيه اللاعب الدولي عند اللاعب الاجنبي جيريمي كالدويل تحت السله اللاعب اليكس كويك. ضائعه ان كاين هناك تقاطع بزاف المسائل، يعني تنتمي لنفس الدوله لنفس المدينه ولكن شخصيتين متفرقتين على مستوى يعني الكاريزم يعني الشخصيه في دكه الاحتياط. زيلكو يعني المتعصب الشرس اللي كيدفع اللاعبين ديالو لاقصى الحدود واحيانا كيتجاوز بعض المرات الحدود مع الحكام مع حكام طاوله، ولكن هو يعني كيبقى انسان يعني طيب جدا. يعني الوطنيه قادم فريق الوداد البيضاوي الى نهائي كبير بطيره كبيره، يعني عنده الثقل ديالو داخل منظومه اللعب. لعب لفتره طويله لفريق اتحاد طنجه، لعب لفريق المغرب الفاسي، لعب موسم يعني للنسيان مع فريق امل الصويره. كل المعطيات يعني تبقى ايجابيه للبطوله الوطنيه. اعتقد ان دائما نقولها اهميه هاد اللاعبين هما الامتياز، هما ميزه يعني كره السله الوطنيه وميزه البطوله الوطنيه ان يكون عندنا لاعبين دوليين في هذا الطينه. نذكروا التونسي الاخر مروك شريد اللي هو من ابرز الموزعين على مستوى الافريقي. لم نقل المدرب تاعو يتعامل لان مثلا ديك الساعتين بحث على النتيجه ما تيكونش عمود ديال اللاعبين ديال فريق الوداد مع دفاع المنطقه ديال فريق سبور بلازا كان فيه اشكاليه. حتى لو اعتقد ان الجمهور اعطانا رونق لقاعه المجمع الرياضي سيدي محمد هنا بمدينه الدار البيضاء، لانه يعني في غياب الجمهور ربما كنا غادي نعيشوا مباراه نوعا ما بارده يعني في هذا المساء. بالفعل لانهم عارفين اذا خرج مصطفى غادي يكون مشكل. مصطفى قلبي يحاول تمريره جميله لاسيست ديال اللاعب اليكس ويسجل اللاعب الكسندر كويك يسجل لفائده فريق سبور بلازا.
اول نقطتين بعد الوقت المستقطع، هل هو رده فعل ديال اللاعبين بعد الوقت المستقطع؟ نتابعوا هذا المعطى، لانه بالنسبه لنا كل ما كان فريق النقاط متقلص كل ما كانت الحراره ديال المباراه. يعني مع فرق مع رياضات اخرى كره السله خدات الايقاع ديالها في السنوات الماضيه، يعني وقع نوعا ما يعني جزر في بعض اللحظات، لكن نتمنى انه المد مره اخرى يعود الى يعني سماء كره السله الوطنيه، ان يعود نحس بان فريق بلازا يجري دائما وراء النتيجه من بدايه المقابله، وهذا شيء انا صعيب شيء انا بالفعل ما خدش الايقاع في اي لحظه من اللحظات، ما خدش التفوق على مستوى النتيجه. التفوق العياء ديال اللاعبين هما لان التنس بالنسبه للنجاح على مستوى الرميات الحره غتقلص من فائده فريق بلازا، لانه كانت يعني متقدمه في حدود 88% 7 على 8 في الربع الاول، الان هناك ضيع مجموعه من الرميات الحره. نتابع جيني 38 31 عند اللاعب هشام امر الله، هشام امر الله عند اللاعب الكسندر كويك، الكسندر عند اللاعب كادويل، حركه جميله الناس من طرف اللاعب جيريمي كادويل. اكدوا لي بعض اللاعبين ديال سبورت بلاصه بانهم تيدربوا على 30 اكثر من 4 ثلاثيه ضائعه عن طرف اللاعب مصطفى خلفي، اخذوا رد عند اللاعب الكسندر وصافيرا. كاين احترافيه ديال اللاعبين ديال سبورت بلاصه كلما العدد. طبعا اللاعب رقم 14 اللي هو اللاعب حديدان ال 14 الشخصيه الثالث زلفو لا يخلو من المساومه، يختار احسن ما يكون ويقدر حتى نقولها بان لاعبين ديال فريق المدن لان كاين هناك واحد الاستقرار تقني ديال فريق المدن مهم جدا. كل اللاعبين الان حتى المجموعه الاساسيه تقريبا كاين اللاعبين دابا اللي كاين في المقابله هما كانوا ديال الموسم الماضي كلهم خمسه. بالفعل لاعب سيدريك عند اللاعب الكسندر يسجل يعني بطريقه جميله اللاعب الكسندر كويك 44. القراءه ديال هذا الرقم من الارقام ديال كره السله، ايضا على مستوى الكرات الضائعه 15 كره ضائعه بالنسبه لفريق سبورت بلازا، و 21% فقط على مستوى الثلاثيات احسن المسجلين. جدا هنا متابع لفريق فريق بلازا، واللاعب الكسندر يسجل والمطالبه بالرمي الحره الاضافي الدائعه بين جيريمي واللاعب حديدان، رميه ثلاثيه رائعه لفاز اللاعب كويك الكسندر. شتي كيفاش تياخذ الوقت جميله جدا. ودفاع 65 59 مصطفى خلفي عند اللاعب كالدويل، كالدويل عند اللاعب الكس كويك يحسب بالكره وضائعه، تدخل من طرف اللاعب العلاني استاد خطا بالفعل. اعتقد على مصطفى اللاعب اللاعب رقم 14 اللي هو اللاعب حديدان، الخطا الرابع للاعب حديدان، اربعه اخطاء ايضا اللاعب العلاني باربعه اخطاء. هذا يكون دائما الامتلاك الاخير هو عند فريق الوداد، اذا امتياز كبير على بعد 30 ثانيه اذا، ولكن هذا لا يعني شيئا لان كما تقولوا هو علم غير ثابت، اذا المقابله اعطتنا التشويق اعطتنا الفرجه. اذا الكس كويك بتنفيذ رميتين حرتين يسجل الرميه الحره الاولى 65 64. مباراه مثيره، مباراه جميله، مباراه مشوقه. الرميه الحره الثانيه والتعادل 65 65 على 30 ثانيه.